الأسلحة، أي أسلحة؟ أثاري فيه ثلاث سيارات موجودة بالجزيرة قديمة متروسة كلها سلاح. الجزيرة اللي هي المصافط الفريج، مصافط الفريج اللي جبال بيت، إحنا ما ندري عنها. نعم. إيه فالظاهر جات لهم إخبارية وكبسوا، فما في الفريج إلا إحنا موجودين. المخلص المهم ما نعرفها ما نعرفها ما عرف إيش، قال له هذه الأسلحة لكم، ركبونا الجيبات بالليل. أعطاكم التهمة. التهمة. ودونا مكان ما ندري عنه لأن مربطين عيننا ولا تقدر تلفت. وكلبتش وكل اثنين كلبتني أنا مع فهد هذا بالحرس واحد من ربع، كلبتش أخوي جمال مع صلاح واحد من ربع اسمه خالد، أربطوه بسلندر غاز لأنه طويل وكان يشتغل ذاك أكل وقت في الحرس الوطني في المغاوير. أسبوع إحنا على هالحال مربط عيننا، ما أدري أنا من اللي معاي عرفت، وإذا بتاكل كان وجبة واحدة باليوم يجيبلك إياها اللي هي الشوربة مثل الحسو مال الدياي هذا، عرفت؟ أسبوع ما تشوف شيء، ما تشوف شيء، دامس أبد، ربع تاكل ترفع وتاكل. بس أنا عقب يومين عرفت إن الربع كلهم موجودين حواليك بخير، ما فيهم شيء، ما فيهم شيء، هذا هني ارتحت. نعم. فتاكل وعزك الله الحمام تطلع مرة واحدة لك، تحقيق ما فيه ولا كلمونا ولا ما تدري وين ودوكم، ما ندري اي مكان، المكان اللي انت موجود تواجد فيه ولا ندري فيه وين فيه. نعم. بس بالليل نسمع صراخ وتعذيب، صراخ من ناس كويتيين يعذبونهم وهم العراقيين، يعني شيء كوين فيه تذكر المكان هذا وين؟ اي انا بعدين ذكرت وين فيه؟ في المشاتل، مشاتل اللي في العمريه. اي اي المشاتل هذا ثري ودونا هناك، كل اللي يصيدونهم كويتيين داخل الكويت المقاومه يودونهم هناك. فبالليل نسمع بس صراخ طق وتكسر وما اعرف ايش، والله يعين اللي فعلا كانوا يتعذبون. الاصوات ما تسمعون الا اخر الليل، بس في النهار ما تسمعون ماكو شيء. بعد اسبوع شالونا قطونا بشاليه تقريبا 6/12 قطونا فيه، ولا موجودين كويتيين داخل حدود ال 40 45 واحد بالشاليه. بالشاليه يعني تقعد مكثس ما في مجال حق النوم. المهم 50 واحد الكل كويتيين موجودين، هذاك من ضمنهم ناس متليشين من طق مخالد، متعورين ودمان وشاديش. تذكرهم؟ اي نعم اذكرهم للحين ما انساهم. اسماءهم؟ اسماءهم منهم بدر الشرقاوي ملازم اول. نعم. الشهيد الله يرحمه بدر الشرقاوي، ومنهم حسن ستشين الكندري. نعم. كان وقتها رائد بالسلاح الطيران. نعم. الله يرحمه الشهيد. وحسن البلوشي، حسن قنبر البلوشي سموه الحين قاعه باسمه بالاغرار. وخالد الدرباس كان رائد او مقدم بالمطافي. نعم. الله يرحمه، هذول اربعتهم ترى شهداء يعني. نعم. كانوا موجودين. تعرف اول يوم يومين يعني العالم كلها خايفه انك انت معاهم ولا مو عارف الوضع. بعد يومين ثلاث بدأت نسولف مع بعض، ندش وناخذ ونعطي. عرفت؟ ايش سالفتكم يا جماعه؟ اثري هذيل كابسين عليهم، كان عندهم مهمه في ضاحيه صباح السالم بيت خالد الدرباس الله يرحمه الشهيد خالد الدرباس. نعم. كبسوا عليهم، عندهم اجهزه واسلاح ما اعرف ايش، فعذبوهم. كانوا مقاومه هذول. اي تبع الشيخ عبدي الفهد، كانوا تحت يعني تحت امرته. نعم. من مجموعه الشيخ عبدي. بالضبط. بس يعني حالهم شوفه يرضى له. الاصابع ما في، الاظافر ما في، دمان، اجسامهم من الطق يعني مساكين. انت تعرضت للتعذيب ابو عبد الرحمن؟ انا اقول لك عقب تمينا داخل الشاليه 12 يوم ما حد نادانا. نعم. يوم 13 نادوا اللي معاي اللي هو اخوي جمال وصلاح وخالد وفهد. نعم. نادوهم حققوا معاهم يومين. طق عادي يعني. يومين ما شفتوهم؟ اي لا يحقق معاه بالليل، يبدا من الساعه 10 11 بالليل يبدا التحقيق. نعم. النهار ماكو شيء. فحققوا معاهم عقبها باسبوعين طلعوهم. بقيت انا لا حقق معاي ولا 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 تكلم. انا شنو الهويه اللي قلت لك عنها بدايه اي نعم الهويه اللي انت مزورها. اي المشكله شنو ابو خالد؟ الهويه فوق محافظه حولي وتحت اخوي خاتم لياها كان في الداخل في مخبر الاحمدي، ختم فوق حولي وتحت الاحمدي درنا مزوره. اي عقب 15 يوم نادوني الساعه 11 بالليل دشون الداخل، اعترف انت في امن الدوله، انت في المقاومه. لا يا جماعه لا انا امن الدوله، انا مقاومه، انا موظف. طبعا طق وتعذيب شيء ما يوصف يعني. نعم. لمدة ثلاثة أيام ورا بعض من الساعة 11 للساعة 1 يودوني الشاليه الربع كلهم يعالجوني. كان من ضمنهم معانا أبو خليفة جاسم الجاسم الله يذكره بالخير. نعم. كان وقتها هو مع إبراهيم شاهين الغانم مدير الجمارك. نعم. حاليا. نعم.
هذا صايدينهم ليش؟ ان ابو خليفه جاسم كان مدير عام المساحه في البلديه وعنده الخرايط مات الكويت. ما في الكويت كلها. اي كان اتصاله مع المقاومه هو اللي يسوي هويات شركه خليفه الجاسم، كان يعطي حق العسكريين هويات مزوره وايضا كان يوزع سلاح وكان حافظ على هالخرايط كان يبونها وعندهم خبر ان عنده الشخص هذا هو المخطط للكويت المساحه. وما يعني اعطاهم الخرايط؟ لا 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 ابدا ولا اعطاهم ولا شيء، كان اتصاله مع طلال المسلم اللي هو طلال المسلم حاليا اللي ورا الامير الحرس الاميري. اي نعم، لانه مهم لجماعته فكان على اتصال، فراقبوه بالتليفون كبسوا عليهم عبد الله عبد الله السالم بيت ابراهيم الغانم. واجهت اسرار القبندي الله يرحمه؟ واجهت هذا واجهته بطال عمرك عقب ما حققوا معاي ثلاث ايام عشان الوقت يا ليت تختصر. عقب ما حققوا معاي الكذب وخالد فقالوا انت في امن الدوله انت كذا من الامور هذه؟ قلت لا يا جماعه انا امن الدوله وكذا. قال اوكي طلع لنا هذه هويتك مزوره. انا هني انصدمت، دريت ان في ناس معاهم معلمينهم. اي قول لنا من مزور الهويه ولا نذبحك. قلت اوكي وديتهم يعني اعطيتهم اسم وهمي وديتهم بيت واحد من ربع الصباح يا الرجال عقب اسبوعين طالع. فوديتهم هناك شافوا البيت كذا كذا لقوا فيه هدوم عسكريه فمثل تقول لي اطمنوا. اي اوكي ردوني قالوا خلاص يبا الحين انت خليك في الشاليه سوي لنا الشاي. هني بديت اعرف اللي كان داخل الغرف الشاليه الثاني اللي هو اللي فيه ست سبع غرف. فسويت انا الشاي اعطوني تب في الشوربه مالت الدياي وصمون قال وزع على الغرف. هذه الوجبه الرئيسيه؟ هذه الوجبه الوحيده طبعا. بس هذه هي طال عمرك. صمون يابس صمون نشعير قطوس قال لي وزع على هالغرف. اول غرفه بطلت دشيت شفت الله يرحمها الغمد روح الجنه الشهيده اسرار القبندي. نعم. صارت عندي رده فعل اول مره اشوف بنت ماسوره. ماسوره. على طول سالتها كويتيه؟ كانت تقول لي نعم. انت كويتي؟ قلت لي نعم كويتي. منو معاك؟ قلت لها فلان فلاني. منو معاي؟ قالت لي فلان فلاني. اعطيتها. كانت تقول لي شوف لي منو موجوده معي الغرفه. قلت انت ايش سالفتك؟ كانت تقول انا صدوني بالحدود جايبه الجهاز الارضي. نعم. مع مكيه الميل. نعم. كانت موجوده. الغرفه الثانيه دشيت عليها ولا الله يرحمه الشهيد العميد يوسف المشاري. نعم. كان يعني منهار من الطق والضرب. عارفين انه كان شخصيه مشهوره معروف لانه هو تحت يعتبر الرجل الثاني بالقياده بالمقاومه بعد ادبي. فشفته الله يرحمه طايح وتعبان. انا ما عرفته طبعا لان الدمان هذا كذا. فقال لي قلت له منو معاك؟ قلت له معك فلان الكويتي. قال لي كان يقول لي ما عرفتك. قلت له والله ما عرفتك. كان يقول لي فلان فلاني. فقمت بس راسه واعطيته الاكل وهذا. كان يقول لي شوف الغرفه الثانيه فيها سفاح. قلت له اي سفاح؟ كان يقول سفاح العنزي الله يرحمه الشهيد سفاح العنزي. هذا الوحيد كان قافلين على الباب لانه ما شاء الله. ليش الحكمه؟ يقولون انه الرجل يعني من اللي عرفته انه كان مسوي فيهم الهوايل بالعراقيين يقاومهم فكانوا يبونه بالاسم يعني. الغرفه الثانيه كان فيها الفجي محمد الفجي اعتقد. نعم. موجود. الغرفه الثالثه الله يرحمها سناء القبندي. نعم. سناء القبندي اعتقد. سناء الفودري. اسف الفودري. الفودري. اي نعم. سفاح رديت حق المشاري قلت له سفاح مقفول الباب مقفول. كان يقول لي حاول شوفه اللي عايش ولا ميت. طبعا عقب ما خلص عشاء يدخلوني وين؟ شاليه. ثاني يوم ينادوني. خلصت مهمتك. اي ثاني يوم ينادوني خلاص لان انا خلصت تحقيق. نعم. تعال وزع ثاني مره العشاء. اغسل المطبخ خذوهم كذا. نعم. اغسل كذا. شافوك بحكم سنك صغير وهم كلهم اصغر واحد موجود في المجموعه. جيت ثاني يوم طال عمرك نفس الشيء هم بطلت. كان يقول لقيته؟ قلت له والله ما لقيته. قال حاول شوفه لي. قلت له اوكي. رحت حق اسرار الله يرحمها وقامت تروح الجنه حتى اعطتني قالت لي هاك وزع على ربعك. اعطتني كاكاو ما كاكاو وزع على ربعك. نفس الشيء حق الفجي. الفجي كان منهار بعد. بطل الباب مقفول الباب. جاء الجندي كان يقول هذا اعطيته؟ قلت له لا. بطل الباب شفت سفاح انا اول مره اشوفه الله يرحمه الشهيد سفاح عنزي. جثه ما شاء الله عليه جسم اي بس متعذب يعني حاله يرثى لها. قال لي منو انت؟ قلت له انا فلان فلاني. يقول لي الله يرحمه يوسف مشاري اذا انت موجود ولا لا؟ اقول ها هني اطمئن. قال سلم عليه. قول له بخير. نعم. فردت عليه قلت سلم عليك كذا وهو بخير. قعدنا تقريبا انا بالضبط قعدت 75 يوم. يا دش علينا طال عمرك قبل الهجوم الجوي باسبوعين دش علينا الشاليه. فقال يا واحد ابو ورقه
وقلم، دش علينا هذا اللي كبس علينا، هو اعتقد عميد او شغله. بس دقيقه ايه. اخوي حيدر، معنا اتصال من الشاعر ناصر البصيص، حياك الله ناصر. حياك الله، الله يحييك. مشاركتك يا غالي. بس تصليح لك يا ابو خالد، ناصر نسيس. معدنا الله يجزاه خير قال البصيص، انا اعرف ان نسيس وبصيص وكلكم واحد ان شاء الله. صحيح. تفضل. مسي عليك ابو خالد، ومسي على اخوي ناصر، ومسي على ضيفكم الكريم ومشاهدين. الله يسلمك. حياك الله. واحب من خلال هذه المداخله اهني القياده السياسيه الممثله حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وولي عهد الامين نواف الاحمد، والحكومه الرشيده، والشعب الكويتي قاطبه. نعم. حبيت من هالمداخله اني بمناسبه عيد التحرير اني اكتب قصيده رثاء استذكارا للدور الكبير لامير الغلوب والشيخ الراحل جابر الاحمد الجابر الصباح. هي مشاركتك. اقول فيها: يا كويت في صدرك من الضيق حسرات، والشعب ضايق صار له 6 سنين، ما مات جابر لو يقولون شد مات، ما مات حب داخل قلوب وافين، هيهات ينسى الشعب ذكراه هيهات، القايد الوالد طليق الحجاجين، عن وصف جابر تعجز اسمان الابيات، شخص سكن بقلوب شعب وملايين، يبكون هيتام يذوقون الاهات، يبكن هارامل ضعاف ومساكين، فيه عودن يشتكي مر لوعات، ما له ولد ما له سوى حظ حشين، ويبكن هديار الخليج العزيزات من ديرة آل سعود إيدار بحرين وليا قطر وعمان ضيف الإمارات، حنا شعب واحد تحت راية الدين، قائد بطل منبع جميل البطولات، محد النساء وقفته في عام 90 يوم وقف رعى الحمولة الثقيلات، تمقال لا نامت عيون المعادين، أبو مبارك حل كل الصعيبات، خير ردي الفعل ما بين ثنتين، إن ما خرجت من دياري بساعات ولا الحرب اندامية مستعدين، إن ما خرجت من دياري بساعات ولا الحرب اندامية مستعدين، بقلوب كل الشعب ما زال حسرات، عن بكي جابر ما بعد ملت العين، صباح أبو ناصر يحل الصراعات، يا طاع على رؤوس الفتن والمعادين، وانا وربعي نترك اهل التفاهات، مطير هم سور البلد يا المجانين، ما مات جابر لو يقولون شد مات، على الوفا والحب والعهد باقين، يالله يا رافع جميع السماوات، تغفر لامير قلوبنا اقول امين. صح لسانك، مشكور على مشاركتك الشاعر ناصر البسيس وعلى قصيدتك الرائعه، وان شاء الله كل الشيخ جابر طيب الله ثراه يعني امير القلوب يعني يستاهل اكثر من الشعر. إيه ذكراه مستمره معانا، والله يعطي طولة العمر لاميرنا الحالي الشيخ صباح الاحمد، خير الخلف لخير السلف، وامارانا ككل من اسره آل الصباح الكرام كلهم كان لهم لمسات ولهم بصمات واضحه على دولتنا الكويت. وين وصلنا احنا وياك؟ لين اللي دخل عليك بودشداشه بيضاء ايه اللي هو قبض عليك. بس الوقت ما في وقت. ماشي، دش علينا هذا اثاره شنو؟ قاعد يفرز قبل الهجوم قلنا الجوي. ف يذكر الاسم يقول يمين، يذكر الاسم يقول يسار. نعم. فالله يرحمهم الشهداء بدر الشرقاوي، حسن سكين، حسن قنبر، خالد درباس، هذيل من ضمن اللي راحوا. نعم. يمين، احنا رحنا يسار. اللي راحوا يمين هم اللي انعدموا. هذا اللي انعدموا. نعم. وشهدت شهداتنا اللي عسى الله يرحمه. اي والله. فطلعوني انا ثالث من بعد ما يا هذا ثالث يوم يعني عقب 67 يوم. نعم. قالوا خلاص يبا هذا ودوه خليه يحاكمونه. ودوني مخفر الاحمدي 4 ايام، من مخفر الاحمدي ودوني الفنطاس 3 ايام. عقبها ودوني مجمع الوسارات مجمع الوزارة مجمع الوزارات اللي يوسف الشهيد يوسف المشاري واسراه خذوهم مع الجماعه اللي استشهدوا صاروا بينكم بس خذوهم ودوهم العراق ودوهم العراق. اي نعم. هذا اخر ملتقى هذا معاهم. اخر ملتقى اي نعم. قام ينادون بالاسامي مثلا فلان وفلان. ايوه بالضبط، فلان يمين فلان يسار، فهذيل اللي ضمن اللي خذوهم ودوهم بالليل رحلوهم، اللي نسمع اللي سمعته وعرفته قبل الهجوم الجوي بيومين طلعوهم من المشاتل
ودوهم العراق. درن كان فيه هجوم راح بالضبط، يدرون راح يقصفون هالمكان هذا، فما يبون هم يطلعون او ينحاشون فودوهم. الله يغفرهم. ما وصلوا لك رساله قبل؟